اسمعني ويجا نقول لك، والكلام هذايا حطوا حلقة في وذنك. أنا مع تونس، مع علم تونس، وكل من يعلي صوت الحق ويعلي راية الوطن عالية، لا نهضة ولا يسار ولا مسار ولاد الباتين دا ولاد سيطرة ولا والو ولا غيرهم. هذا الكل ما يعنينيش. اللي يخدم تونس أنا معاه، اللي يعلي راية البلاد أنا معاه. وين ماشيين؟ الجريمة انتشرت بشكل رهيب، لا حسيب ولا رقيب، لا فارقة من جنوب الصحراء اغزاونا والدولة تتفرج تنتظر في حلول، وتنتظر في أوروبا وغيرها يسخيلونا لمبادوزا. لا مانيش لمبادوزا متاع القارة الإفريقية. التعيينات بالمحسوبية، ارتحنا من الطرابلسية وتخلصنا من الخوانجية أذيالهم، طلعونا جبهة جديدة تحت مسمى المسار وأصحاب الباتين دا. الرئيس بحد ذاته قال إدارات ووزارات نخرها الفساد، وأعرفهم بالأسامي. هذا اللي قاله الأستاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعرفهم بالأسامي لكن ما نجمش نحيهم. ما نعرفوش علاش، شنو المانع، شنو اللي مكتف له يديه. مواد أساسية مفقودة، عدنا 92 يوم تصدير حسب ما ورد بالبنك المركزي رقم أوفيسيال. البطالة تفاقمت، البطالة وتفاقمت، التعليم ويشهق ما يلحق، الصحة كيف كيف، وين تشب تلقى كان الميزيريا وانكد. شيء ما تغير، بدلنا الدستور، بدلنا نظام الحكم، وكتفنا يدينا وقعدنا نتفرجوا. إلى متى؟ إلى متى هذا؟ إش بينا نحيو راس بصلة نحطو راس ثوم؟ كتب علينا ربي نعانيو ونقعدو نعانيو في البلاد هذيا، من البيات للاستعمار، الأحفاد والأبناء الغير شرعيين الخيرانصة. إلى متى الوضع باش يقعد على ما هو عليه؟ يزي باسطة فدينا يا باش تلقاو حلول جدية، وتنحيو علينا من المحسوبية، وتنحيو علينا من أشخاص والمسؤولين الذين لا كفاءة لهم، مجرد إنهم تابعينكم ومعارفكم وحبيباتكم. إزيونا عاد فددتونا كرهتونا، تشبيه ما جاء حتى واحد قلبه على البلاد وعلى العالم قبل ما يكون قلبه على روحه وحبيباته.